صباح الخير أسماء، صباح الخير توني، شو أخبارك؟ كيفك؟ الحمد لله. كيفك انت؟ منيح. دائما توني اللي عم يقول صباح الخير، ما بدي ارضى بعد هلا، تفضل قولي لازم صباح انا الخير. اقول صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا بكل البلاد العربية. بدي اقول لهم انه انا اشتقت كتير لبلدي كمان. إيه بس لو نقلت الجملة هي زيت عني. شو صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم بس تحضرونا. انا قلت شيء صميمي كمان، يعني كان كله صميمي. انت انسانة صميمية. تسلم. رح نحكي اليوم موضوعنا جدا شيق، هو عن المنظمات الفكرية وقد ايه تعاونها مع الحكومات وقد ايه في تعاون، وهالتقارير اللي بترفعها على الحكومات، او اذا بتاخذ الحكومة بعين الاعتبار التقارير اللي بترفعها المنظمات التينك الفكرية. تانك اللي بيقولوا عنا، صح. اكيد مشاهدينا هذه منظمات التينك تانك او المنظمات الفكريه هي من اهم الشرايين الحيويه بالمجتمع، ويمكن اليه تفعيل هالمنظمات هذه مع الاداره من اهم المشاكل، خليني اقول لك، اللي بتعانيها صح، خصوصا انه اداراتنا. بهالمجال الدول المتطوره والمتقدمه سبقتنا كثير بهالمجالات، وكثير عم تعتمد على المنظمات الثينك تانك، واللي هي عم تاخذ تقاريرها بعين الاعتبار وبجديه تحسين وضع المعيشه الاقتصادي الاجتماعي للمجتمعات. أكيد. ومشاهدينا، يعني بعد فقرة توني في عنا فقرة فنية مهمة كتير، صح. فنان كتير قدير على مستوى العالم بفن الإبرو، رح نحكي معه عن فن الإبرو سوا، فن عثماني بامتياز ممكن نقول، وعن أعماله المميزة، وفي عنا تقارير عن هالموضوع هاد. وبعدها طبعا في فقرتنا الحياة الطبيعية في عنا ضيفة الدكتورة بونار رح تكون معنا. توني رح نحكي عن موضوع كتير حساس، عن البوتوكس. صح، هذا موضوع البوتوكس بهم كل السيدات، وحتى صار فيه بهم الرجال بالوطن العربي عن عمليات البوتوكس او حتى ابر البوتوكس، ما بعرف اذا هي عمليه. وبالفقره النهائيه عندنا عنا موسيقى. موسيقى بس جدا خاصه، لانه رح تكون الالات كلها عثمانيه. مثل ما بنشوف على الكواليس في اكثر من 6 الات او 7 الات رح يكونوا. شي تقريبا 6 آلات، وضيفنا أكاديمي خاص كتير أخصائي بعلم الموسيقى لهيدا المجال، بيقولوا له الميوزيكولوجي. رح نستقبل كنا سوا أرهان ده، منسق الأبحاث والدراسات في بالقسام. أهلا وسهلا فيك. خوش بلدك، أهلا وسهلا بكم، شكرا أستاذ جزيلا. أرهان، يعني 7000 منظمة فكرية موجودة بالعالم، 2000 منها بالولايات المتحدة و1005 بالصين، يعني رقم جدا كبير ومنتشر بكل العالم، حتى بالصين يعني في عدد من المنظمات الفكرية. أول شيء عرفني، بس خلينا هيك تعريف صغير، شو هي المنظمات الفكرية؟ لنبدأ هكذا. أولا لنتحدث عن تاريخ المنظمة، كيف تم تأسيسها وأين تأسست وكيف تطورت. طبعا مؤسسة الفكر بدأت في عام 1900، يعني في التسعينات تقريبا، في 1900، وبدأت تأسيسها في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة. وطبعا هي كانت هدفها الأساسي هي مساعدة الدول وتقديم طبعا الدعم للدول ومساعدتها على القيام بأعمال سياسية عديدة. وبعد الحرب العالمية الثانية، يعني بدأت في 1900 وحتى الحرب العالمية الثانية، لتأثير الولايات المتحدة الأمريكية على الدول الأخرى، لهؤلاء الدول أيضا استطاعوا أن يطوروا أنفسهم في جميع المجالات. قد يكون مثلا كانوا يسمونها بجمعية الملل وجمعية الأقوام المختلفة. وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت مؤسسة الفكر تتطور شيئا فشيئا. صباح الخير مشاهدينا، نحن عودناكم، نحن أهل أخبار الفن والثقافي من إسطنبول، نحن معكم من منطقة الكاراكوي من الانترو إسطنبول، هون في معرض لفانكوخ التجربة. طبعا هذا المعرض بيعرض لنا كل لوحات فانكوخ، وطبعا بالإضافة إلى الفيديو اللي بيعرض هاي اللوحات مع موسيقى رائعة. خليكم معنا لحتى نزور المعرض ونتعرف عليه أكثر، وشو السبب المعرض ليه إجا على إسطنبول، وهل هو أول مرة بينعمل بإسطنبول اسطنبول ولا لا. خليكم معنا لبعد شوي.
مشاهدينا نحن معكم من قلب المعرض، معرض فانكوخ التجربة. طبعا حنتعرف أكثر على المعرض وعن لوحات وعن العمل الأعمال الفنية الموجودة هون لما نحكي مع معدة ومنسقة البرنامج اللي السيدة ياسمين أونجورا. ممكن تعرفينا أكثر عن المعرض تشرحي لنا؟ في إطار الفعاليات المئوية لعبد إبراهيم، فقد تم إحضار معرض فانكوخ إلى تركيا، وقد فتح أنتريبو 3 أبوابه للزوار في 10 من شباط في منطقة كاراكاي في إسطنبول، وسيستمر المعرض في استقبال الزوار حتى 15 من أيار. نحن ننتقل لضيفنا، ضيف قدير كتير توني. نعم. يمكن أول اسم بيخطر على بال الإنسان عندما نقول فن الإبرو، مين هو أهم فنان عايش لحد الآن؟ هو أكيد هيكمت باروتشوغي. أهلا فيك هيكمت باي، نحن كتير مبسوطين باستضافتك. هيكمت باي أهلا وسهلا فيك. مثل ما قالت أسماء، يمكن أهم أسماء فناني الإبرو بتركيا. أول اسم ممكن يخطر على بالي. أول حكمت باي، يعني هل إبرو فن؟ بصراحة أنا ما عم بفهمه بعد. يعني رسم على الزجاج، رسم على الخشب، رسم على عديد من المواد، فن تركي عثماني بامتياز. بس حضرتك تخصصت برا فيه، عم ينتشر كمان هالفن برا. طب أعطيني هيك شوي كادر أو إطار لهالفن. عندما نتحدث عن فن الإبرو أو الرسم على الماء، يأتي إلى أذهاننا الماء. تاريخ هذا الفن لا نعرفه بشكل صريح وواضح، ولكن الفنانين يقولون أنها قد تأسست وأصدرت في أواسط آسيا. كان اسمه تشاتاجي إبرا، هي كلمة عبارة عن تداخل الألوات. وأيضا في إيران أو باللغة الفارسية كانوا يسمونها بأبسو، أي أن أب هو الماء أصلا بالفارسية. إذن وبعد ذلك جاءت إلى تركيا وكانوا يسمونها الرسم على الماء، فن الرسم على الماء، أي إبرو، فن الإبرو. مشاهدينا بفقرة الحياة الطبيعية اليوم عن الضيفة الدكتورة بناريوز قتلة. أهلا فيكي دكتورة بناريوز قتلة بحلقتنا اليوم. مرحبا. مرحبا بك. مشاهدينا، دكتورة بنار هي أخصائية تجميل. طبعا رح نحكي مع عن عقدة أكثر السيدات بيعيشوها، سيدات المعاصرات، بخافوا من شيء اسمه بوتوكس أو من شيء اسمه إبر. يعني قبل كل شيء أنا حابة هيك تحكينا بشكل ممكن تعريفي عن البوتوكس. شو هو البوتوكس؟ شو ما هو البوتوكس؟ شكرا على السؤال. شكرا لك، لأن طبعا هالسؤال مهم. نحن نريد أن نكون جميلين، ولكن لا نريد أن نكبر في العمر، لا نريد التجاعيد، ولكننا نخاف من الإبرة، ونحن لا نعلم ما هو البوتوكس دون أن نعلم ما هو، ما نعلم ما هو. لذلك المعرفة مهمة جدا. المرضى الذين يأتون لدي، يأتون إلي، يجلسون، يقولون لي: دكتورة، هنا يوجد لدي تجاعيد، هل ساعدتني؟ أجلس وأنا أعلم وأرى إشارة الاستفهام التي لديهم. نتكلم، وعندما نتكلم هذا ما أقوله: البوتوكس لا يمنع الكبر في العمر، ولكن هو يخفف الحركات. نحن نضحك ونحرك الجبين. إذا لاحظتم، نحن دائما أنا أتكلم عن منطقة الوجه، هذه الحركات الصغيرة التي نقوم بها تبدأ التجاعيد، خصوصا بعد سن 35 عاما. ماذا يفعل البوتوكس؟ خلينا نرحب فيهم دكتور أيهان سر. حضرتك عالم الموسيقى، يمكن منا نحكي بالأكثر عن الموسيقى العثمانية، ما هيك؟ صح، يعني 10 آلات موسيقية من الأوركسترا العثمانية، خلينا نقول أوركسترا العثمانية. بس أنا شايف كل الآلات هي وترية. لا، في دف واحد.
صحيح. نعم كلها الآلات الوترية، نحن نهتم بالآلات الوترية لأن هناك العديد من الآلات التي تعزف عليها الآلات الموسيقية ولها عالم واسع كبير، ونحن طبعا في شرق آسيا حتى في شمال أفريقيا، هذه الجغرافيا الواسعة كان هناك العديد من الآلات الوترية، ولذلك أنا رجحت أن آتي بالآلات الوترية. فعلا أكثر هذه الآلات عيوننا ما أنا متعودة لأنه تشوفها.